بالنسبة لعيد نوروز له جذور تاريخية قديمة قدم الإنسان. أول شيء أبدأ به هو ما معنى كلمة نوروز، أو من أين جاءت كلمة نوروز. نوروز يتكون من شقين أو من كلمتين أو من فقرتين، نو أي جديد، وروش أي يوم، معناه يوم جديد. وعربت في اللغة العربية عند القواميس أو عند علماء القواميس مثل ابن منظور في لسان العرب إلى النيروس. هناك أساطير مختلفة ومتعددة حول عيد نوروز، إلى متى يرجع أصل عيد نوروز، ومتى أقيمت عيد نوروز، وإلى أي سنة أو إلى أي عصر يرجع عيد نوروز. هناك روايات متعددة كما قلت. إحدى هذه الروايات تقول أن عيد نوروز قديم قدم الإنسان، منذ أن نزل نبينا آدم إلى الأرض احتفل بهذا اليوم، ويعتبر يوم نزول النبي آدم على الأرض عليه السلام هو يوم جديد ويوم نوروز واحتفل به. ولكن هناك أساطير ترجح أن هذه الأعياد يعود إلى أنه كان هناك إلى إحدى الأساطير الفارسية تقول أنه كان هناك ملك فارس اسمه جمشيد، وهذا الجمشيد عند العرب اسمه متوشلخ، أي أنه من أحفاد النبي إدريس عليه السلام. يقول هذه الرواية الفارسية أو الأسطورة الفارسية أن الملك جمشيد كان يسير في الأرض، يسير في مناطق بلاد فارس وأذربيجان، وكانت الجن والإنس تسخر له. وعندما وصل إلى أذربيجان هذا الملك جمشيد، كان ملك البيشداديين، قوم قبل الميديين كانوا يسمونه بيشداديين. أن هذا الجمشيد عندما وصل إلى أذربيجان أمر بأن يأتوا إليه بعرش بكرسي، فعندما قعد عليه وفي الصباح طلع الشمس، والشمس رأسا سطع على الكرسي ماله، فالناس من في أذربيجان رأوا أن هذا الملك له قدسية، وأن هذا اليوم كان يوم الحمل، يعني برج الحمل، فالشمس طلع عليه واعتبروا أن هذا اليوم هو يوم جديد، واحتفلوا به كعيد جديد اسمه عيد نوروز أو عيد نيروس. عند الكرد أسطورة أخرى، أو عند القومية الكردية أسطورة أخرى تقول بأنه في زمن الميديين أو قبل زمن الميديين المانيين كان هناك ملك اسمه ضحاك، أو بالكردي يسمونه ضحاك. هذا الملك كان مريضا، ذهب إلى أحد الكهنة فقال له أن المرض مالك، أن المرض اللي أنت مصيب به علاجه أن أدمغة الأطفال يأتون به تأكل من أدمغة الأطفال كل يوم. فهذا الملك ضحاك من أجل أنه يشفى من مرضه كانوا يأتون به من أدمغة الأطفال كل يوم، حتى أن أحد الحداديين في المنطقة في بلاد فارس كان يقول، هذه الأسطورة تقول أنه كان اسمه كاوا، كان عنده 16 ولد، ومن الأولاد كلهم ضحوا به، فبقى له ابنة، يعني بنت، وأراد أنه هاي البنت تبقى له، فذبح خروف وأخذ أدمغة الخروف وجاء به إلى الملك ضحاك. وصارت هاي العادة أنه الناس في بلاد فارس يذبحون الخروف
يرسلون أدمغة هاي الخروف للملك ضحاك، اللي تقول الأسطورة أنه كان على كتفيه أفعين، واحد من اليسار وواحد من اليمنى. فالأطفال هذا كان يجمع الأطفال ويأخذهم إلى جبل، حتى في يوم من الأيام أنه ضحاك الزحاك هذا عرف أنه هذه الأدمغة ليس أدمغة الأطفال وإنما أدمغة الخروف، وبعدما أصبح لديه أطفال وأولاد كبار في الجبل في الكهف، أراد أن يقوم بثورة كاوة، بثورة ضد ضحاك أو زحاك وينهي حكمهم. خلال الأولاد والأطفال ساعدوا، إنه الإشارة مالتهم كان يشعلون نار، هاي النار يكون بداية الثورة على الملك ضحاك. فمن بالكهف طلع الكاوة الحداد، الآسنجر يسمونه بالكردي كاوة آسنجر، طلع من الكهف وأشعل النار إنه بداية الثورة. الناس هجموا على قصر الملك ضحاك أو ضحاك وأنهوا حكمه. فأحد هاي الأساطير يقول إنه هاي اليوم الذي أنهوا حكم الملك ضحاك كان هو يوم نوروز، احتفلوا به وأشعلوا النيران كبداية للنجاح ولنجاح الثورة على الملك الظالم اللي كان يقوم بأكل أدمغة الأطفال ويذبحهم من أجل أن يشفى من مرضه. هاي إحدى أساطير الكردية. هل توجد هناك حقيقة علمية للسبب الاحتفال بهذا اليوم؟ يعني مثلاً أني هاي من العادات والتقاليد اللي وارثوها، لكن يعني الأفعى ينبت على كتف إنسان هذه ليس من المعقولات بصراحة. لكن هناك رواية أخرى هو الأقرب إلى الصواب، وهو أن السومريين الذين إحنا الكرد نعتبرهم أجدادنا، أصلا يعني إحنا من سلفهم، السومريين اللي سكنوا حوالي 6000 سنة قبل الميلاد في جبال زاكروز وبرادوست وتشمي ريزان وهاي المنطقة، عندما كان الشتاء ينتهي ويبدأ الجو أو يبدأ التغيير المناخي بداية أو منتصف الشهر الربيع، يعتبرون يخرجون من الكهوف ويذهبون إلى الطبيعة والأشجار تنفتح والأزهار تنفتح. فاعتبروا أنه هذا اليوم اللي كان السومريين يخرجون من الكهوف من جبال زاكروز من هذه المنطقة، وحركة المناخ أو التغيير المناخي يبدأ بالتغيير من الفصل الشتاء إلى الفصل الربيع، فاعتبروا أنه 21/3 أو 21 آذار هو أول يوم من أيام التغيير المناخي ويخرجون من الكهوف، فهذا يعتبر أول يوم من أيام عيد نوروز. لكن الروايات أو اللي وصلنا من المدونات والسجلات التاريخية عند السومري تقول أنه ليس بال يعني بالأساس أنه عيد نوروز كان بال الشهر الثالث أو بالفصل الربيع، وإنما بعض الروايات تقول أنه كان في شهر حزيران. ولكن أغلب الكتب والروايات التاريخية تقول بأنه عندما كان يتغير الجو وتنفتح الأزهار والأشجار والزهور ويكون هناك تغيير مناخي من البرودة إلى الاعتدال الربيعي أي فصل الربيع، كان في 20 بالضبط في 20/3، فهذا أول يوم من أيام عيد نوروز. لكن الحقيقة التاريخية اللي إحنا يعني بصددها هو أنه هناك عشرات أو مئات البحوث كتبت حول عيد نوروز وأصل نوروز. الرواية اللي إحنا بصددها صراحة ونقول أنه أقرب إلى الحقيقة أو إلى الحقيقة هو أن عيد نوروز
ظهر عند الدولة الميدية أو الإمبراطورية الميدية الكردية، الدولة الميدية الكردية التي ظهرت في بلاد فارس ووصل حدود إلى نينوى إلى أذربيجان إلى البحر المتوسط، وهذه دول شرق آسيا. نعم دول شرق آسيا، هذه المناطق عندما ظهر الدولة الميدية وقام الملك دياكو بتوحيد الميديين تحت مظلة وأسس الدولة الميدية، يعتبرون هذا اليوم هو يوم جديد ويوم عيد للكرد، باعتبار أن دياكو الملك الكردي ملك الدولة الميدية هو اللي قام بتأسيس الدولة الميدية في حوالي 700 سنة قبل الميلاد، يعني في حوالي سنة 700 قبل الميلاد قام بتأسيس الدولة الميدية، وعندما قام بتأسيس وجمع الكرد تحت رايته وقام بتأسيس هذه الدولة، أصبح تأسيس هذه الدولة وجمع الكرد تحت راية الدولة الميدية هو يوم عيد نوروز، هاي الأقرب إلى الحقيقة. هناك رواية أخرى حول أن في سنة 612 قبل الميلاد عندما انتصر الميديون على الإمبراطورية الآشورية واستولوا على نينوى، اعتبروا هذا اليوم هو عيد نوروز في سنة 612 في الشهر الثالث واحتفلوا به، ولكن الأقرب هو أن دياكو الذي قام بتأسيس الدولة الميدية في حوالي حدود 700 قبل الميلاد وجمع الكرد تحت خيمة الدولة الميدية ووحدهم وقام بتأسيس هذه الدولة وأسس عاصمة للدولة الميدية كان اسمه أكباتانا أو أكباتانا اللي حسن في المصادر الإسلامية فيها الآن مدينة همدان، أصبح مدينة وعاصمة للدولة الميدية. هذا التاريخ يعتبر أو يعد عند أغلب المؤرخين والباحثين الكرد أن تأسيس الدولة الميدية وقيام دياكو بتأسيس هذه الدولة يعتبر بداية عهد جديد ويوم جديد للكرد يسمونه عيد نوروز، أي أن أصل عيد نوروز يعود إلى تأسيس الدولة الميدية على يد الملك دياكو. بالنسبة للأقوام اللي تحتفل بعيد نوروز أقوام عديدة، الآرية مثلا، الكرد، الفرس، الترك، الأفغانيين، الباكستانيين، الآذريين، هؤلاء الأقوام كلهم بيحتفلون بعيد نوروز. عند العراق وعند العراقيين يسمونه عيد الربيع. تختلف طريقة الاحتفال من دولة إلى دولة أو من قومية إلى قومية؟ نعم، مثلا في إيران أعتقد أنه بمناسبة عيد نوروز يحتفلون به 10 أيام، ولكن إحنا عند الكرد في العراق وفي كردستان تركيا وسوريا 3 أيام نحتفل به، والعادة أنه في يوم 23 أي يعني يسبق اليوم اللي 21 نوروز النيران تنفتح ويقومون الشبان بإشعال النيران، عود النيران والأشجار، هاي دلالة على أن هذا اليوم هو يوم جديد وبداية فصل جديد، بداية يوم جديد، بداية سنة جديدة للكرد وللأقوام اللي يحتفل بهذا العيد. بالنسبة لليونسكو في سنة 2010 قامت منظمة اليونسكو بتشريع وبالاعتراف بإصدار قرار بأن 21 آذار هو عيد نوروز للقوميات اللي يحتفل بها مثلا العراق الكرد أو الإيرانيين. زين، هل أكو أشياء بقت كعادات وتقاليد متوارثة ولحد الآن مستمرة؟ هذه العادات اللي بقت مستمرة هو إشعال النيران منذ ديانة زرادشتية. عند الديانة زرادشتية النار شيء مقدس، ولكن هذا ليس معناه أن ثابت أن النار له قدسية عند الكرد، لا، له قدسية عند ديانة زرادشتية، ولكن
إشعال النيران في يوم 20/3 وعشرين آذار له دلالة على أنه يوم جديد، على انتصار على الحرية، على الانتصار على الظلم، على الطغيان، على يوم جديد يبدأ من حياة الإنسان ويحتفلون به. بالنسبة للعادات والتقاليد، عادة الكرد منذ عشرات أو منذ مئات السنين في يوم 21 يقومون بتنظيف البيوت، بتزيين البيوت وبتزيين المدن، أكلات معينة؟ أكلات ليس أكلات معينة، وإنما هناك أكلات مثلا الدولمة أو البرياني، هاي الأكلات اللي أو التمن، يمكن أشياء تجمع العائلة، تجمع أكبر عدد من العائلة. نعم، هنا في يوم نوروز عادة الأقرباء كلهم يجتمعون ويخرجون معا إلى المتنزهات وإلى المناطق السياحية، يبتعدون عن المدن. نعم بالضبط، يعني يبتعدون عن المدن، يبتعدون عن البرية. نعم. والجو الطبيعي. نعم زين، هل عندك أنه أنت تذكر يعني بالزمن الماضي أشياء اختلفت عن يعني الأيام اللي نعيش بها، خصوصا العام كان 2020 عام يعني مليء خلينا نقول بالأحزان. نعم. لكن هل أنه قدر أنه يقلل من الاحتفال بهذا اليوم أو ما قدر؟ صراحة سنة 2020 مرض كورونا اللي كانت منتشرة بالعالم كله ومن ضمنها بالعراق وكردستان، فكان كارنتين والناس ما خرجوا بصراحة العام الماضي 2020. احتفلوا كل واحد ببيت، احتفلوا سووا الملابس الجديدة وسووا الأكلات واحتفلوا به، وأكثر من هاي إنه إشعال النيران مثلا قلعة أربيل وهاي استمر، يعني حتى العام الماضي مع أنه كان كارنتين استمر إشعال النيران عند الشباب وعند عند الرجال في المدن في كردستان. وتتوقع للأيام اللي راح تجي لا سامح الله أو السنين اللي راح تجي إذا استمر وضع الكوفيد؟ إن شاء الله نتفاعل بالخير، إن شاء الله ينتهي الكورونا وإحنا الكل الكرد والعرب والعراقيين كلنا نحتفل بعيد نوروز جميعا وننتهي من مرض كورونا، وإن شاء الله نتخلص كل العالم نتخلص من مرض كورونا بإذن الله. إن شاء الله. كلمة أخيرة أنت بهذه المناسبة. شكرا البيت الثقافي، إحنا نحب نسمع منك كلمة. نعم، شكرا لاستضافتي لهذا البرنامج وللقاء معي وللتحدث عن عيد نوروز عند الكرد أو عند الأقوام الآرية. أشكركم على استضافتكم لي، شكرا جزيلا.